عليكم كبيدات صباح الخير صباح الورد والفل والياسمين وكل حاجة زوينة عليكم صباح التفاؤل والحب والنشاط والطاقة الإيجابية اليوم ما شاء الله فيديو جديد فيديو دخول مدرسي مع ثلاثة ديال الوليدات كيفاش كندوز نهاري كيفاش كندوز روتيني خليكم معايا حبيباتي بديت لكم لا فيديو كيف من عاس يعني كيف من عاس ولدي يعني اللي وسطاني تبارك الله عليه ديما كيف قبل مني يعني سبحان الله كضربو الفيقه بلا غيفاي بلا تا شي حاجه عارف الموعد ديال يقول سبحان الله العظيم كيفاق دائما قبل مني وهذا ولدي كبير هذا حتى كنوضو انا يعني عندي هو في الصغيره حتى انا ما كينوضوش من نعاس فهنايا كان ولدي اللي وسطاني كان هنايا لبس حوايجو وجا فيقني وقبل من الوقت كان ديري مع السبعة هو فاق قبل مني وجا فيقني صافي دزت انا يعني دخلت الحمام غسلت وجهي وديك الشيء ومشيت في قطعت آه الوليدات باش كنت حتى انا بالنسبه للحويجات ضروري كنوجدهم لهم بالليل لانه باش يكون عندك ثلاثه الوليدات تبارك الله وتنوضي على الصباح عاد تقلبي على هذا حوايجو على هذه حوايجو هذه تكون تالفه قشيرة وهذه تالفه لها دونك هكايا ما يمكنليش انا بدا الصباح آه نوض كيكونوا بزاف الحوايج خصك تقاديهم في الصباح فعلى الاقل الحوايج كنوجدوهم لهم هكايا ف حداهم يا اما حدا البيرو ولا حدا طاب دو شوفي ولا المهم كنوجد لهم حوايج اللي يلبسوا آه بنتي شي شويه كتعذبني هكا في اللباس بعد مرة كتقول لي لا ما بغيتش هادي لا ما تجمعيليش غير دابا جمعت الشعر لا جمعيه لي عادي ولا كنت نجمعو عادي قالت لي لا ديري كرينات ولا درت لا غرينات قالت لي لا تلقي لي المهم كنصبحوني بها شي شويه بعد المره بعد المره كتعكس ماشي دائما صافي هنايا دزت لبست لها وباش تربحو هكايا الوقت ضروري توجدوا بالليل بالليل توجدوا بزاف تنقصوا بزاف الحوايج راه ماشي سهل تبارك الله يكونوا ثلاثه الوليدات ويفيقوا قد قد آه وتوجديهم يعني بثلاثه ضروري خص يكون انت عندك الوقت تكوني فقتي قبل منهم بواحد شويه ديال الوقت آه يبقى لك الوقت لانه شحال من حاجه كتخرج في الطريق ها هادي ها هادي ها لا خص هادي لا ها هادي ماشي هي هاديك دونك خص الوقت وخص الدراري يعتمدوا على نفسهم اللباس في اي حاجه في اللباس كيلبسوا راسهم كنلبس كي انا بنتي صغيره وليداتي الاخرين كيكونوا كي يلبسون الا كانت شي مساعده هكايا في في شي حاجه كنساعدهم في السبرديله لا ما فولهاش ولا المهم لا شي حاجه هكايا كنساعدهم ولكن اللباس هما اللي كيلبسوا راسهم كيدخلوا الحمام من راسهم يعني كيديروا كلشي راسهم تبارك الله الوليد الكبير عنده عشر سنين والوسطاني عنده 8 سنين والبنيته الصغيره عندها 3 سنين ونص دونك الدراري يعني قادين شويه براسهم وكيعتمدوا على راسهم كنحاول انني نخليهم هما يعتمدوا على راسهم يعني بزاف الباس بعدا يلبسوا راسهم كنكون انا موجده لهم غير شنو يلبسوا وكما قلت لكم كما قلت لكم يعني باش تربحوا الوقت تهدوا عند الدراري هكا بزاف كينوضوا الصباح فضروري تجهيز من قبل يعني من الليل تكونوا مجهزين لهم الملابس ديالهم الادوات ديالهم حتى الكوتيله الا كان ممكن وجدوا لهم في في لي بواط ديالهم وديروهم في الثلاجه هكا يعني باش الصباح كيبقى غير الفطور وهكا الانسان يعني ينوض بشويه عليه ما يبقاش مفاتن مع هذه مع هذه فصافي يا الوليدات خرجتهم هكا وصلتهم ليكول ليكول قريبه ليا ما بزاف يعني ما كيمشيو لا في ترونسبور ولا والو قريبه بزاف هنايا وصلت بنتي حيت دابا كما قلت لكم حاجه جديده عليا لانه بنتي دخلت هذا العام تقرا فا كنوصلها ويعني بزاف ديال الحوايج صافي دابا تسالى الماراطون الصباح كندخل ضروري خصني واحد الجلسه فاش نديهم ليكول ونجي ضروري واحد الجلسه يعني كويس اتاي ولا كويس القهوه وكنجلس نفطر هكايا بخاطري نجمع ديك ال... شويه ديال الطاقه لانه الصباح كنوض واخا كنكون موجده لهم كلشي يعني غير ماما خصني هذه ماما هادي فطري هادي هدري مع هذا راه كتدي شي شويه ديال الطاقه كي يعني كيدوز ديك الوقت سورتو لا فقنا لا يعني فق الواحد هكا معطل ضروري خصكم الوقت لانه الدراري انا قلت لكم دائما كيخرجوا واحد الحاجه يا اما ها تواليت ها هادي ها هادي تعقلوا هادي يعني ضروري خص يكون شي شويه ديال الوقت هنايا البنات دوزت حضرت هكايا مشروب ديال الشوكولا الساخنه كيجي رائع إيه بزاف بزاف فبالنسبه للطريقه ديالو كندير ثلاثه معالق ديال الكاكاو ثلاثه معالق ديال السكر سنيده ثلاثه معالق الماء سخون كنخلط كلشي مزيان وكندير فوق البوطه ونزيد نصف لتر ديال الحليب مع نص باكيه ديال الشوكولا نوعيه يعني جيده شوكولا بالحليب كنخلط كلشي وكنطرب هكا ديك الخليط باش كيطلع ليا ديك الرغوه صافي خديت الفطير هكايا ديالي خفيف شفت لي ميساج شفت لي غوب والخدمه ديالي وديك الشيء هذاك جاوبت على الناس وديك الشيء هذاك صافي هنايا عاوتاني كندوز للكوزينه جمعت كاع ديك الاواني ديال الفطور وديك الشيء هذاك كندوز ان شاء الله باش نحضر الغداء الغداء نديرو واحد الشهيوه زوينه وخفيفه ودغيا غير كتحضر هي الكبسه اللي كتجيب الارز كتجي زوينه بزاف تقدروا ديروها بالدجاج او باللحم او بالحوت يعني تقدروا ديروها باش ما بغيتو او باش ما متوفر عندكم انا ان شاء الله نديرها بالدجاج فصافي انا ردات الاواني وكل حاجه لبلاصتها باش نلقى فين نتحرك الله وشا... فالبنات هنايا فاش كيجي هكايا دخول المدرسه سورتو اللي عندها ثلاثه الوليدات او جوج او اربعه فضروري ضروري تنظيم الوقت ضروري تنظيم الوقت وت... وط... يعني الوليدات ديالك يتكلو على راسهم يعني تبيني لهم بزاف الحوايج تعلميهم بزاف الحوايج وفاش كنجي نعلم الوليد ديالي يعني ولا نعطيه واحد المهمه فما كنعطيش بزاف ديال المهمات في نفس الوقت وما كنكثرش عليه يعني. فكنبداو بالتدريج بالتدريج مره يلبس الفوقاني كبير طب وحده مره نساعدو في السروال مره نسدلو انا صدفة السروال لانه كيلقاو بزاف الدراري صعوبه فيها مره نوريه مره يعني كنعطيوه الوقت من مرة مرة هكا يعني كنهضر على الوليدات ملي كيكونوا صغار خمس سنين ست سنين صافي خصهم سن ضروري ديك الساعة يلبسوا راسهم ضروري يقادو المسائل ديال راسهم يدخلوا الحمام راسهم يعني يغسلوا وجوههم كل كلشي راسهم باش هكايا كيتكلو كي هما على راسهم وحتى الوقت يعني كيكون منظم وكيكون كل واحد عارف المهام ديالو فضروري فاش نجي نعطي واحد المهمه للوليد نعطيه حاجه وحده ما نكثرش عليه ما نعطيه جوج الحاجات او ثلاثه حاجات دقه وحده واخا هو عيد ثلاثه فانا نعطيه الاولى ومنين يسالي من الاولى عاد ندوز عليه الثانيه باش هكا ما يبقاش الولد كيتخلطوا عليه آه يعني كيتخلط عليه الشغل وما تكزدق ما داير والو يعني هنايا ان شاء الله ندوز نوجد معكم الغديوه ديالنا فكنحتاج ليها التوابل آه خد شويه ديال الخرقوم سكنجبير وشويه ديال الابزار شويه دي مليحه وكناخد الكمون وكناخد قزبور حبوب مطحون كناخد معلقه ديال صلصه ديال الطماطم كناخد ثلاثه ديال فصات ديال الثوم والوراق ديال سيدنا موسى وعويده ديال القرفه وعويده ديال العود النوار و والقعقلة كنديروها حتى هي معاهم فصافي هنا كندير زبيده وشويه الزيت كتشحرهم في واحد الطنجره وكنزيد عليهم بصيله ولا جوج كنضيف ليهم ديك الدجاج كنضيف التوابل وكنشحر مزيان ديك الدجاج حتى كنشوفو يعني تشحر عاد ان شاء الله نضيفو عليها المرق وديك الشيء هذاك وحتى مطيشه هنايا قطعت جوج حبات ديال الطماطم قطعت ما مكعبات فغنضيفوهم حتى التالي هما وصلصه ديال الطماطم غنضيفوهم حتى التالي حتى يتشحر لينا الدجاج ونضيفو كاع التوابل والمنسمات فهاد الطريقه هادي كتجي زوينه ديال ديال الدجاج هكايا بالاروز الاروز من الاحسن تستعملوا النوعيه ديال الاروز البسمتي دي كيجي زويون وكيبقى هكاك باين فرز فهنايا كناخذ ديك المعلقه تاع صلصه الطماطم كنضيف ليها شويه الماء وكنمرق به وعاد كنضيف الرز اللي كنكون غسلته ثلاثه ولا اربعه ديال المرات هادي هي يعني النوعيه اللي استعملت كيكون تغسل وعاود تكيزول منه ديك النشا وفزقتو في الزكتوف يعني في الماء واحد ساعتين صافي كنضيفو من الفوق هنا بعدا تطابلي الدجاج راه تطاب الدجاج تقريبا واحد نصف ساعه ولا 40 دقيقه عاد ضفت لي هكا الرز نخلي الرز واحد 20 دقيقه وعاد ان شاء الله تيبان لي هكا نشف وطاب وتنفخ عاد نطفي عليه صافي انا مع واحد سلطه خفيفه هكا وتنظيم الوقت دخل فيه حتى الاكل شنو عاد ديري فيه يعني التحضير كيكون مسبق على الاقل غير تعرفي شنو حطيبي غدا الا كان لحم جبديه الا كان جد جبديه يعني دي كونجلا الا كانت اي حاجه كتكون مجهزه باش انت الصباح ان شاء الله كتفيقي صافي كيمشي وليدات ليكول كتاتاكي عاوتاني الغدا ها شنو خاصها شنو خاص شنو خاص باش تناش تكون الماكله واجده راه يعني قلت القلايل كما كيقولوا انه اه يجيو الوليدات او يجي الراجل من الخدمه ومع 12 يعني ما يلقاش الغداء واجد يعني راه ما عندها حتى شي معنى نهائيا جالسه في الدار غتلقاي الصباح كله شاف في التليفون مشى اه يعني في هذه في هذا في الانستغرام في الواتساب في هادشي في هادشي حتى كتلقى 11 11 ونص عاد في للكوزينه فهذه صراحه يعني كلنا بعض المره يعني كنديروها صراحه يعني دازت علينا ولكن راه شي حاجه اللي غير كتخرج على على النهار ديالك كله واخا تفيقي بكري راه كاينه اللي كتفيق مع الوليدات تولي تنعس بعد ما هذيك فازت راه نعست وشبعت نعس في صحتها وكاينه اللي تفيق الصباح ولكن ما كتقدي تشغل شغل كتنوض التليفون تبقى من هادي لهادي من هادي لهادي الناس ما عرفتش فين واصله وفين وشنو دايره وهي فقط متبعه فلانه وعلانه ويا ريت كانت غير شي شي كتبع يعني شي حاجه اللي تعود عليها بالنفع البنات على الاقل من تهزوا التليفون ديروا بزاف كاين ما يدار والله العظيم دا بزاف حنايا يعني المحتوى المغربي ماشي كل شيء أه ولكن الاغلبيه هالفضائح أه الفضائح ها يعني السعايه ها ديال يوتيوب بزاف ديال المحتوى اللي بدون فائده أه يعني محتوى ما يعني ما ماشي محتوى هذاك اصلا فعلى الاقل تبعو شي حاجه زوينه تبعو شي حوايج اللي ينفعوكم في تربيه الابناء راه تبارك الله كاينين المحاضرات اللي دايرينهم وحد دكاتره و يعني بحثو غير في اليوتيوب راه كاينين دروس كاينين بزاف الحوايج كتحسي براسك ملي كتصنتي يعني كترقاي كتثقفي كتجمعي واحد آه... واحد آه... واحد آه يعني الباكاج كيكون عندك ديال المعرفه واخا ما كتاب كتابه راه كاين بزاف كلشي كاين في التليفون غير انت كيبقى عليك الاختيار واش كتختاري المواضيع اللي ما تهمكش ومواضيع اللي ما تفيدكش او كتختاري شي مواضيع تفيدك او يعني حتى قنوات هكا يتبعي اللي يكونوا كيحفزوك اللي يكونوا كيعطيوك افكار اللي يكونوا مفيدين ماشي قنوات اللي فقط يرجعوا عليك بالطاقه السلبيه فقط هذا ولدي ما عندوش هذا راجلي ما خدامش هذه يعني كي, كي كندخلوا في واحد القوقعه ديال المشاكل والطاقه كنبقاو نعمروا من الداخل وحنا ما عارفينش البنات هنايا فاش ساليت كم الغدا الوليدات جاو تغداو لقاو الغدا واجد كنحاول انني ندير شي حاجه هكا خفيفه اللي يعني حيره في الطياب وداكشي هذاك جاو لقاو الغداء جات صافي غتغداو عاوتاني وصلتهم في جوج ونص في الجوج وصلتهم جيت جمعت بيت نعاس كان مازال ما مجموعش الدار كلها كانت ما مجموعاش لانه سبقت من الغداوة الاول بقيت بيت نعاس ديالنا وديال الوليدات ودوزت هكايا واحد شفيفة وجلست تغديت انا تا كنصفتهم وكنجلس مشغل كاع كل واحد كنجلس نتغدا تغديت آه يعني مع راسي ونط عاوتاني نوجد لهم هكايا الكوتي آه درت لهم غير واحد شويه ديال لي كوفر آه كيعجبوهم مع كويز الحليب ولا كويز القهوه وهذا وصافي فبالنسبه لكم كان كندير لهم هنايا جوج ديال البيضات ونص كاس ديال سكر سنيده فاني وكنطلب هذا الشيء هذا مزيان وعاد كنضيف نصف لتر ديال الحليب كنخلط كل شيء وعاد كنضيف واحد نص كاس ديال الزبده مذوبه وكنضيف الدقيق وخمارة راه زوينين بزاف فكما قلت لكم البنات آه يعني ضروري شويه ديال الالتزام ملي كتجي ليكول ديال الدراري ولا صراحه في العطالة راه حنا كندوزوهم شويه الفوضى شويه ديال آه ما كاينش دابا في النعاس في لا بغيتي تكوني منتجه ويكون اليوم ديالك يعني آه بوحد نشاط بوحد آه كدوزيه بواحد النشاط ودوزيه بواحد الحيويه وتكوني كديري فيه بزاف الانجازات فضروري خصك تاخدي واحد القسط النعاس الكافي لك يعني راه لا يعقل انه تنسي صبحي ما شبعش نعاس تنعسي مع صبحي هكايا ما شبعش نعاس كتصبحي تضربي رجل في رجل ما عندك الخاطر لا لهذا ولا لهذا فضروري من يعني كل شيء كيبدا قبل لم تنظيم ولا قبل ما اي حاجه هو النعاس ودخلت هو في تنظيم الوقت يعني تنظمي النعاس ديالك باش هكا يصبح تكوني اكثر انتاجيه وتكوني اكثر نشاط مع الوليدات لانه كيخص واحد الجهد واحد القوه واحد يعني تكون عندك واحد الطاقه كبيره باش تقدري تجيري ديك, ديك, اليوم ديالك مع تبارك الله مع الوليدات مع هادي ومع هادي وكل حاجه كتجرم هنا راه ما ساهلاش باش تكوني ام وما ساهلاش باش تكوني ام ومربيه ساهل باش تكوني ام لبس خرق صوب هادشي داكشي عادي ولكن باش تكوني واحد الام اللي مربيه اللي كتنشئي واحد الوليدات اللي يكونوا سويين لا في العلاقه ديالهم مع الناس ولا معاك ولا بيناتهم فصعيب صعيب بزاف بزاف مع التليفونات مع دابا يعني كي, كي كيكون واحد الصراع كبير كبير باش تخلي واحد الوليد يكون هكا يعني متوازن اما الاغلبيه ديال الوقت أغلبية فينا راه اكيد الا هضرت راه كنهضر حتى عليا كنكونوا مشغولين ولا كنكونوا فكنعطيو التليفونات للوليدات ونخليهم يديروا اللي بغاو ويخليهم هذا غير باش ناخذوا حنايا ديك الوقت ديالنا ولا كنكونوا مشغولين ولا بغى نديروا شي حاجه غير خصنا ما نسمعوش صداع وما اختشت لها واكبر مدمر الصحه والوليدات العقليه ديالهم والنمو الفكري ديالهم والجسدي هو التليفون راه كنشوف فحاولوا قدر المستطاع انه ما يكونش تليفون بزاف ما يكونش نهائيا الا كان شي حاجه ديالهم في لا تيلي على الاقل كيكون بعيد شويه عليهم بعد ما كيتاثرش على العوينات على بزاف ديال الحوايج واختاروا نتوما داكشي هذاك الوليدات ماشي هما تخليهم يختاروا داكشي اللي بغاو البنات هذا هو لا فيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى لقينا ان شاء الله فيديو اخر في روتين اخر والى <applause> اللقاء